رجل يقول: دعيت إلى حفلة صغيرة عند جار لنا، وبعد الطعام ردد الحاضرون بعض الأدعية، فهل وردت أدعية يقولها المسلم في مثل هذه المواقف؟ في حديث رواه مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما أكل في بيت عبد الله بن بسر دعا له فقال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم فاغفر لهم وارحمهم. وفي حديث صحيح رواه أبو داود أنه دعا بعد تناول طعام عند سعد بن أبي عبادة: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. وفي سنن أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم لما أكل مع أصحابه طعاما عند أبي الهيثم قال لهم: أثيبوا أخاكم. قالوا: وما إثابته يا رسول الله؟ قال: إن الرجل إذا دخل بيته فأكل طعامه وشرب شرابه فدعوا له فذلك إثابته. وفي صحيح مسلم عن المقداد رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم رفع رأسه إلى السماء فقال: اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. والله أعلم.